قال شرح مسألة فقه الواقع، وقد سمعت أحد أهل البدع يستعملها مثل سلمان العودة، فما ضابطها؟ أول حاجة، علماؤنا رحمه الله تعالى يعلمون الواقع، والعالم هو الذي يعلم الواقع ويعلم النصوص الشرعية، لكن ديل اصطلحوا أسماء وبقي يدندنوا حولها، فقه الواقع فقه الواقع، عشان يخرجوا علماء السلفيين من أنهم ما بيفهموا أصلا في الأمور السياسية وأمور الواقع، يقول لك نحن بنفهم الواقع. أما ذيك علماء يقول لك حرفيين نصيين، يعني شنو نصيين؟ يقول لك بيحفظوا النص بس كده بس، يقصد به علماء السنة وأئمة السنة، وده كلام باطل ما صحيح. طيب انتوا البتاع تعلموا وتفقهوا الواقع، فقههم للواقع ده إلى أين أخذهم وجرهم؟ وداهم وين؟ وداهم للربيع العبري، خربوا البلاد الإسلامية كلها، كسروها وكتلوا النساء واغتصبوا وشردوا، والموضوع انتهى، صحيح ولا ما صحيح؟ ولليلة الدماء بتسيل، ده من الفقه مش فقه الواقع، ده عندهم فقه الواقع يا جماعة دي. أما علماء أهل السنة ده اللي بيفهموا الشيء الصحيح وماذا عليه المسلمون، وليسوا بمعصومين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، طولنا عليكم، والناس جايين من بعيد يا جماعة، نختم ونصلي.